صباح النور عليكم، كي صبحتوا تصبحوا تربحوا ان شاء الله. اليوم خدينا واحد الرياض في تطوان، الصراحه واعر واعر واعر، عمره اكثر من 250 سنه. 250 سنه ما شاء الله. كي جاك الرياض؟ اوف، روعه. شوريهم انا نوريكم المكان، الصراحه نقي، في واحد النظافه وواحد الجمال ما نقولش ليكم. هذه الغرفه اللي احنا شادين، يعني الغرف راه ما فيهش بزاف، ست غرف بس. شوفوا، ست غرف بس، والله الصراحة أنا عجبني 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 بزاف، نظيف عجبني الديزاين ديالو، عجبني وسط الباب معاك. مخلي الباب وجاي. والله القاسم صراحة عجبني عجبني الرياض هذا اللي نقي وهدوء، و ما في لا ازعاج ولا حتى شي حاجه، يعني كتحسوا كانكم في ديوركم في مكان هادئ، ما كتسمعوا لا صداع لا هراج لا حتى شي حاجه، تنعسوا على خاطركم. شوفوا هذا الجلسه، هذا الجلسه كاين جلسه، حضرت عليهم اليوم هناك، احنا كنا جالسين هنايا باقي كاع ما جمعوها، وكاينه جلسه هنايا وعاد هاد الجلسات. كاين واحد المكان هنا، هاد البلاصه هادي كانوا كيخزنوا فيها الماء زمان. زمان كانوا كيخزنوا فيها الماء، وهذه مويه السكندوم هي هذه حقت الشبكه، اللي كتكب بالماء. عزيز تبارك الله، عندهم هنايا الماء، هنايا هذا الدخله، وعندهم الماء هنا تبارك الله موجود، في ما كتمشي كتلقى العين وتلقى الماء تبارك الله كيكب. واحد الطريقه هنايا شرحوا لينا، زوينه عجبتني. يونس شرح لينا الطريقه هذه ديال عجبتني الطريقه هذه اللي قال لينا، كانت زمان، كانوا لنا زمان هنا لما كنا رجل صاحب المنزل، يعني يدخل للدار، يكون مع الرجال، يعني الا كان معاه الراجل كيدير الحركه هذه باش المراه تنوض وتلبس الشال ديالها وتلبس. الا كانت كانوا شي نساء معاه كيدخلوا، النساء ما مع حد، كيدق غير هنا. الا كان الراجل مول الدار بوحدو يدق هنا، والا كان معاه شي راجل كيدير هذه الحركه هذه، والمراه كتفهم راسها باللي راها كاين معاه الرجال، كتنوض تدخل ولا تنوض تلبس الا ما كانتش دايره الشال. الصراحه هذاك الشيء ديال زمان كان الحياه وكانت الحشمه، دابا ما بقاش هذاك الشيء. وصافي، وهذا الدرب ديال الحومه، بغيت نشارك معكم، وصافي بغيت نشارك معكم الرياض اللي حنا واخدين، صراحه زوين بزاف، والحي نقي، حتى يعني الجيران وهذا الناس يعني محترمين، وما كاينش داك الصداع وداك الهراج. الله وفر يوسكم، ونتمنى لكم تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله.